مدينة أوديسا القابعة على ساحل البحر الأسود جنوب غربي أوكرانيا، تجمع الأهالي لتكريم أرواح أبنائهم الذين قضوا في الحرب التي تشنها روسيا على بلادهم. التجمع الذي تزامن مع مرور عام على بدء الغزو الروسي شهد مسيرة بالشموع واستعراضا لصور وسير الجنود الذين قتلوا على أيدي الغزاة. قرر الانضمام بمحض إرادته لكتيبة الدفاع الإقليمي. عمل بحارا لمدة 8 سنوات، لكنه أخبرني بأن أعصابه لم تعد تتحمل. قلت له: نحن في حالة حرب يا بني، من الذي طلب منك الانضمام إلى الكتيبة؟ فرد قائلا: ومن الذي سيدافع عنك يا أمي إذا لم أكن أنا؟ أغلب الضحايا كانوا متطوعين بلواء الدفاع الإقليمي 126 الذي يعد واحدا من لوائين أنشئ في بداية الغزو للدفاع عن المدينة. هذا اللقاء مخصص لأبنائنا الذين سقطوا في الحرب وضحوا بأنفسهم من أجل حريتنا واستقلالنا، كما أنه مخصص لإحياء ذكرى مرور عام على الغزو. كل أولادنا الذين سقطوا قضوا في القتال بمايكولايف أو خيرسون. الفنان السويسري جيري هوفستيتر عرض عملا فنيا بالأضواء على مبنى روسوف بأوديسا، فيما شاهد الأهالي عروضا تضمنت أشكالا للمعاطف الحربية والرقم 365 الذي يرمز لعدد أيام الحرب.